القوية. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، أشواطنا مستمرة شوطا ورا شوط في هذا التحدي الكبير، كما هنالك المتحدين بهذا الصباح الجميل، هكذا دائما مستمرين بهذا التحدي الكبير مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. شوطنا شوط يحمل تحديات ويحمل إثارة ويحمل لنا هنالك نرجو من الإخوة الهجان السودانيين تسليم الجوائز بعد نهاية الأشواط بمكتب المعجزة النادرة، أيضا بحضور الضيف العزيز الشاعر أيضا ودلبنا ليكرم الإخوة السودانيين بمكتب المعجزة النادرة لسباق الهجن العربية الأصيلة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أشواطنا مستمرة بهذا التحدي الكبير مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، أشواط مستمرة بهذا الصباح الجميل لكي نكون حاضرين ومتابعينا بهذا التحدي الكبير. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، شوطنا اللي يحمل لنا اسماء قويه ويحمل لنا قوه التحدي والمتحدين بهذا الصباح الجميل مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواط مستمره بهذا الصباح الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، شوطنا الغادي مشواط السودانيين، هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقة الشوط الاول الرئيسي للاخوة الهجانة السودانيين يشاركوا بدولة قطر ليكونوا حاضرين بتحدياتهم الكبيرة والمتميزة المقدمة وصدارة. هنالك ورقة وسالم بن بابكر ود العيز روق، هنالك روق مع التحدي سالم بن بابكر ود العيز من يقدم لنا روق بهذا التحدي. وصلت حلايب الجاهوري بن صالح الجاهوري من يقدم حلايب بهذا التحدي الكبير، حب في اسم حلايب منطقة كبيرة هنالك بشمال جمهورية السودان الغادمة اللي تحمل الجودة جودة جودة جودة. معزة وأحمد بن محمد بن حسن بن جبارة بن جبارة الجبارة، هي المعركة المعركة روق وسالم بن بابكر والعيد، ولكن معزة معزة أحمد بن محمد بن حسن بن جبارة من يقدم لنا جبارة بهذا التحدي. هو شوط البندقية للهجانة السودانيين، فرحة هنالك الشاعر الكبير اللي قادم من جمهورية السودان ليشارك مع أبناء الجالية السودانية بدولة قطر ميدان التحدي، يرحب بالشاعر معزة معزة أحمد بن محمد بن حسن بن جبارة بن جبارة. أهالي أهالي وين يا بن جبارة جبارة جبارة، يا بن جبارة معزة وأحمد بن محمد بن حسن بن جبارة بن جبارة. ومادة الزعفران وهي سابقة الأسبوع الماضي سلام بن جبارة سلام ثاني الأسماء أيضا ما قصرت نقول كلمة الحق. المركز الثاني كان من نصيب روق وسالم بن بابكر ود العيز، ثالث الأسماء وصلت هنالك شعار بن جبوره ليكون حاضرا بهذا التحدي الكبير اللي تحمل رقم 11. هنالك التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، ساعه وصول معزه لخط النهايه احمد بن محمد بن حسن بن جباره دقيقتين وسته وخمسه واربعين جزء. تهانينا والناموس لمالكي هذا الشعار المميز هنالك والفازت